حزب التحرير يثير الجدل في بريطانيا، خصوصاً بعد قرار البرلمان البريطاني بحظره في لندن بعد 30 عاماً وتصنيفه منظمة إرهابية. لقد فعلنا ذلك بالنسبة لحزب التحرير لأنه كانت لدينا بعض الخطوات القضائية وكان ينبغي تمريرها حتى يتم حظر تنظيم ما. أعتقد أن وزير الداخلية اتخذ القرار الصائب بالقول إن حزب التحرير يشجع التشدد، بل كان يبرر التشدد والتطرف العنيف. صحيفة ذا تايمز البريطانية قالت إن فكرة قرار حظر جماعة حزب التحرير الإسلامي لم تكن جديدة، فحكومات من مختلف البلدان بما في ذلك ألمانيا ودول الشرق الأوسط كانت تحاول حظره منذ عقود. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور 3 عقود من الجدل قررت حكومة المملكة المتحدة أخيراً حظر حزب التحرير بعد الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر الماضي. هذا القرار جاء بعد تصاعد الغضب بشأن وجود الحزب في المملكة المتحدة. قرار حظر حزب التحرير حصد دعم جميع النواب البريطانيين في مجلس العموم واللوردات بعد جلسة مداولة وصفت بالسريعة، واعتبر عدد منهم أن المبادئ والخطابات السياسية لحزب التحرير في جوهرها معادية للسامية. وكان القرار قد أكد أن كل من ينتمي إلى حزب التحرير أو يقوم بالترويج له ستكون عقوبته السجن لمدة تصل إلى 14 عاماً حسب ما ذكرت وزارة الداخلية البريطانية.